حول العالم. حول العالم. ذكر أحد الباحثين أنه في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن العالم كله أصبح يعيش الحياة الرقمية، فإن هناك حالة من الهجرة الجماعية لدى الشباب الصغير إلى مرحلة ما قبل العصر الرقمي. وقال إن هناك عودة متزايدة من جانب الشباب الصغير إلى العلاقات الشخصية المباشرة والرحلات والحرف اليدوية والوجبات الغذائية التقليدية، في حين أن المشغولين الآن بالهواتف الذكية وأحدث الأجهزة الرقمية هم الأكبر سناً. أخبارنا حول العالم مستمعينا، أوضحت تجربة سريرية وجود فوائد غير مسبوقة لعقار جديد لعلاج سرطان الثدي، مما يعزز من التكهنات بإمكانية استخدامه على نطاق واسع للنساء التي يعانين من أشد أنواع سرطان الثدي. أخبارنا في حول العالم، صباحكم خير.